ورافقه الحاضر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام الأول دخوله العراق، ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط على الحاضر ليس لم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أن يخالفه والمخلفة سباب الفراق. فقال له الحاضر عليه السلام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقعد في المكان الذي يشير إليه المعقود فيه ثلاثين يعطي بكل سنة مرة فيقول لا تبرع مكانك حتى آتيك. ونام مرة في أبي كسرى من المدائن في ليلة بريدة. فانت نام وذهب إلى شط واغتسل، ثم نام فاعتلم وذهب إلى شط واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة. ثم صعد على جدار الإيواء خوفا من النوم محفظة، فظهرت في صدره بارقة من نور فمرت على سدور مئة فقيه فما حسب في قلوبه. وضحك المرض وصاروا صيحة واحدة ومساقوا ثيابه وكشفوا رؤوسه. ثم صعد صيح على كرسيه وجمع عن جميع مسائلهم واعترفوا بوكله وخضعوا له من ذلك الوقت. وكان رضى الله عنه يقرأ في 13 علما التبشير والحديث والخلاف والأصول والنقل والقراءة وغير ذلك. وكان يمضي على مذهب الإمام الشافعي والإمام عبد الحنبل رضي الله عنهما. وكان علماء يتعجبون من فتوى ويقولون سبحان من أعطى. ورفع إليه مرة سورة العجائب لما جوابه سورته رجل حل في الخلق 30 أنه لبتا أن يعبد الله تعالى إبادة ينفرد بها دون خلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه. فقال رضي الله عنه على الفور إلى سهو أن يأتي مكة مكرمة يحل سلم عطاف له فيتوف سبوع واحد
وحدته فدخل يمينه فلله در رضا الله الله منصر نفح دير دوالي عليه وبدأت الأسرار التي حولنا Thank you.